آلاف الجنود يتدربون على عمليات عسكرية تقليدية وغير تقليدية في الأردن، وفي اليوم الأخير لتمرين الأسد المتأهب في نسخته التاسعة أنهى المشاركون تدريبات على أزمات الحروب وحماية وإجلاء اللاجئين ومحاربة الإرهاب وحماية أمن الحدود والأمن السبراني. ووفق الولايات المتحدة المشاركة في التدريبات، تأتي أهمية مناورات الأسد المتأهب في الاستجابة السريعة للدفاع المشترك عن الدول لمواكبة التهديدات في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة. أعتقد أن مناورات مثل الأسد المتأهب التي تشارك فيها 30 دولة ونحو 8000 فرد تعد فرصة حقيقية للعمل مع شركائنا. الأردن كان شريكاً رائعاً، ونحن نستمتع بالعمل جنباً إلى جنب معه، كما أنها فرصة للشركاء من داخل المنطقة وخارجها للالتقاء والتدريب معاً. كما يهدف التمرين إلى تقليل خطر التهديدات الأمنية من خلال تطوير أفكار وسيناريوهات جديدة تحسن من قدرة الدول على تقييم بيئة العمليات. نحن نواجه خطر الإرهاب وهو ماثل أمام الجميع، نواجه خطر الفكر المتطرف وهو ماثل أيضا أمام الجميع. مجريات التمرين ناقشت في العديد من الفعاليات هذه التهديدات الماثلة. كانت هنالك معاضل عديدة تعنى بالحرب الكيماوية وبأسلحة الدمار الشامل، وتم إجراء هذه الفعاليات الأسبوع الماضي بكل فعالية وبكل كفاءة. وإلى جانب القوات الأردنية والأمريكية، شارك في مناورات هذا العام جنود من أستراليا وألمانيا والنرويج والعراق والسعودية ومصر وغيرها من الدول.